تمام، بسم الله الرحمن الرحيم. سنشرع الآن إن شاء الله بتصوير فيديوهات شابتر 7. حكينا إنه شابتر 7 و 8 نتناول فيه موضوع شوية مختلف عن المواضيع السابقة. في المواضيع السابقة كنا نحكي عن قوانين الحركة ثم قوانين نيوتن. الآن بدنا نحكي عن مفهوم جدا مهم في علم الفيزياء وهو علم الطاقة. شابتر 7 حيكون هو الأساس لشابتر 8، والشابتر 8 هو الشابتر الثاني اللي الرئيسي في هذا المادة. ولكن قبل ما نبدأ في شابتر 8 لابد من وضع بعض الأسس والمفاهيم نشرحها عشان نفوت على شابتر 8، وشابتر 8 حنشوف انه حيغطي كل تفاصيل شابتر 7. شابتر 7 حيكون بعنوان Energy of a System، طاقة أي سيستم. In this chapter we are going to discuss the following topics: Work of Constant Force. أحد أشكال الإنيرجي الطاقة هو الشغل، حنحكي عنه لما تكون القوة ثابتة. Work of Varying Force لما تكون قوة متغيرة. حنشرح نظرية مهمة اسمها Work Kinetic Energy Theory، بمعنى انه ايضا بدنا نشرح ونستحضر مفهوم الكاينتيك انرجي وعلاقته بالورك، لانه ايضا الكاينتيك انرجي هي نوع اخر من انواع الطاقة. ثم حاجة بنسميها كونزيرفاتيف اند نون كونزيرفاتيف فورسز، او القوة المحافظة والقوة غير المحافظة. ثم النوع الثالث من انواع الطاقة هي البوتنشال انرجي، طاقة الوضع. وفي عندنا نوعين حنتعرف عليهم، طاقة الوضع تبعت الجرافيتي، وطاقة الوضع تبع الزمبرك او الالاستيك بوتنشال انرجي. زي ما احنا حكينا هذا شابتر خفيف الدم، صغير، حتى اسئلته مش كتيرة. ليش؟ لانه زي ما حكينا هو مجرد وضع اساس وشرح مفاهيم حنغطيها كمان مرة في شابتر 8. طيب قبل ما نبدأ بدنا نتعرف على بعض الشغلات اللي حتمر علينا في الشابترين القادمين. احنا بنقول energy of a system، ايش بتعني في system؟ اذا systems and environments، والبيئة المحيطة بهذا السيستم. فبقول لي a system is a small portion of the universe، اذا لما اقول نظام هو جزء من الكون، وجزء بسيط من الكون. ممكن يكون a valid system، maybe اي system ممكن يكون احد الانواع التالية، اما a single object or particle، حتى لو object صغير ممكن نقول عنه system، او collection of objects or particles، او عندنا جسمين ثلاثة اربعة مجموعة من الاجسام او جسيمات، او منطقة a region of space، منطقة معينة في الفراغ، هذه بنسميها سيستم. ايش جواتها بنتعامل معها؟ هذا السيستم احيانا ممكن يتغير مع الزمن شكلا وحجما. اذا السيستم مش بالضرورة يضل ثابت مع الزمن. اذا vary with times in size and shapes، اذا ممكن يتغير بالحجم والشكل. طيب اذا عرفنا شو السيستم، اما بارتيكل او مجموعة بارتيكلز او منطقة معينة. طيب في حاجة بنسميها الحدود، الباوندري. is an imaginary surface not necessarily coinciding with a physical surface. هذه الحدود هي مكان، او خلينا نقول حيز وهمي، مش بالضرورة ينطبق على سطح الجسم. مرات بيكون عندك عدة اجسام، وعندنا حنشوف امثلة. هذا الحد هو اللي بيقسم اليونيفيرس into the system and the environment. اذا انا قلت في عندي سيستم وفي عندي بيئة محيطة، طب ايش بده يفصل بينهم؟ الحدود تبعت السيستم. اذا مداخل هذه الحدود تابع للسيستم، وما خارج هذه الحدود تابع للانفايرومنت. اذا انا في عندي سيستم له حد معين، له حدود، باوندري.
اللي داخله كل شيء له منقول للسيستم، واللي خارجه لمين؟ للبيئة اللي حواليه، الانفايرومنت. طبعا هذه مفاهيم بسيطة لكن برضو لازم نقعدها قبل ما نفوت ونوغل في مفاهيم شابتر 7 وشابتر 8، وبالتالي هذه المفاهيم ضرورية انه نقعدها صح. هاي بقول لي ندي امثلة، بقول لي في عندي مثال force applied to an object in empty space، في عندي جسم اثرت عليه بقوة. هجيت بدي اقول ما هو السيستم، ما هو الباوندري، وما هو الانفايرومنت. بقول لي السيستم هنا هو الاوبجكت، انت بتقول قوة اثرت على اوبجكت، اذا الاوبجكت تبعت السيستم، اذا السيستم ايش هو؟ الاوبجكت. طب ايش هو الباوندري؟ هنا الباوندري هو حدود الاوبجكت، سطح الاوبجكت، اذا ذا اوبجكت سيرفيس. تمام. ايش هو الانفايرومنت؟ انت بتقول اثرت عليه بقوة، اذا انت اثرت عليه بقوة من وين؟ من البيئة اللي حواليه. نفترض انا ربطته بحبل، اذا الحبل هذا ماله مش من السيستم، هذا من الانفايرومنت، مسكته بايدي شديته او دفعته، ايدي مش من السيستم، من الانفايرومنت، تاثير خارجي، اذا انفلوانس باي ذا فورس. اذا البيئه مين مثلها؟ انت بتقول لي اثرت عليه بقوه، اذا البيئه مثلت بتاثير القوه. حلو. هاي كمان مثال، وهذا شفناه كثير في شابتر 4، بيقول لي a block and a ball connected by a cord that passes over a pulley as shown. طبعا لما يجي نحكي مرات بيقول لي اوجد تسارع السيستم او تسارع الكتلتين، اذا ايش هو السيستم؟ قال لي السيستم الان مش بارتيكل واحد، هاي ايش هو؟ قال لي البلوك والبول والحبل اللي ربطهم، هاي السيستم. طب واحد يتخيل لي وين هو حدودهم؟ قال لي imaginary، على اساس ان كل حاجة خارج الثلاثة هدول يعتبر خارج الحدود. اذا الباوندري في هذه الحالة imaginary، انت بتقول اللي خارجه. طب والانفايرومنت؟ قال لي ايش بيأثر على هالسيستم؟ بقول الجاذبية الارضية، هذه environment. تمام. ايش كمان بيأثر؟ هذا السطح environment، البكرة environment. إذن الشيء الانفايرومنت انفلونس باي ذا جرافيتيشنال فورسز، إذن قوة الجاذبية قوة خارجية جاية من البيئة الخارجية. اون ذا بول اند ذا بلوك طبعا ذا نورمال فورس اند ذا فريكشن، إذا في فريكشن فورسز اون ذا بلوك كمان بيقول لي اند ذا فورس اكزيرتد باي ذا بالي اون ذا كورد، وبرضه الحبل هذا مش معلق. إذن في عندي الانفايرومنت، هنا عندي الجاذبية انفايرومنت، هذا السطح انفايرومنت، وهذا السطح بأثر بنورمال فورس اوف فريكشن، والبكرة ما هي جزء من السطح انفايرومنت بأثر على الحبل بقوة معينة. هاي توضحت ايش معنات سيستم وايش معنات باوندري، والباوندري اتفقنا انه مرات بيكون وهمي، وايش معنات الانفايرومنت. الانفايرومنت وكأنه شغلة خارجية، لما نقول حتى يبقى الجسم على حالته من السكون او الحركه ما لم تؤثر عليه قوه خارجيه، قوه خارجيه من وين؟ من الانفايرومنت. حلو. الان بدنا نحكي عن الورك. ورك ايش معناته؟ شغل. لما يجي الواحد يحكي باللغه العربيه واحد اشتغل يعني عرق، يعني تعب، صح ولا لا؟ هذا مفهومنا لكلمه ورك. في الفيزياء هذا المفهوم مش صحيح، يعني ممكن الواحد يتعب وشغل الفيزياء العلمي زيرو. يلا نبدأ. بيقول لي work is one of the mechanism by which a system can be influenced by its environment. هجيت وقلنا الانفايرومنت بتأثر بقوة، عشان انا عنوان الشابتر انيرجي وعنوان الشابتر الثامن برضو انيرجي، هذه المفاهيم بدي اعملها بدلالات الانيرجي. بقول الانفايرومنت بده يؤثر على السيستم بحاجه بدي اسميها طاقه جديده. طيب ايش انواع الطاقه؟ قال لي هذه احد انواع الطاقه اللي هو الشغل اللي بتشوف تاثير الانفايرومنت على السيستم. اذا لما يقول لك انت ايش بقول لك؟ اوجد الشغل المعمول على السيستم، المعمول على البارتيكل، من وين؟ من الانفايرومنت. اذا الورك هي عباره عن عمليه السيستم بتأثر فيها من الانفايرومنت.
work in physics زي ما تو قلت لكم has a meaning different from its everyday meaning. الشغل العلمي الفيزيائي لا يعني انه الطائر الواحد اذا تعب عمل شغل عده. بشوف كيف بيقول لي to understand the concept of work consider a force applied to a chalkboard eraser that can slide along a tree as shown. عندي محايه لوح زي ما انتم شايفينها وبدي اضغط عليها بثلاث اشكال مختلفه هان وهان وهان وبدي اثر عليها بقوه ممكن اصبعي ينكسر في الثلاث حالات. لكن لما بدي اجي اقول الشو الورك هنا بيجي المثل البلدي انا بدي اكل عنب بديش اقاتل الناطور. ايش يعني انا بدي نتيجه. انت ضغطت هنا لما زهقت اتحركت المحايا ما تحركتش اذا انا ما اكلتش عنب انا ما حصلتش نتيجه علميه. هاي الشيء النتيجه قال انا ليه قاعد بزق فيها انا بدي احركها. هل اتحركت ما تحركت اذا ما فيش الشغل. طب مين بتلاقي اسهل تعمل حركه هنا ولا هنا؟ قال لي هنا. اذا صار الشغل العلمي لا يعتمد على مقدار القوه وبس بيعتمد كيف انت موجه القوه. اذا the push applied in figure B does more to move the eraser than the push in figure A. بقول لي هنا حتكون عندك انت نتيجة حتمشي هادي اكتر ما متمشي هادي. وعندي النقطة سي بقول عندي الرسمة سي بقول لي the applied force does not move the eraser at all ولا ممكن تتحرك regardless of how hard it is pushed. حتى لو انكسر اصبعك قد ما تضغط تضغط حركت المحايا ما حركتش المحايا. هنا ما فيش نتيجة هنا في نتيجة كبيرة هنا في نتيجة أقل. قال لي هاي تعريف الشغل. If you want to know how effective the force is in moving the eraser we must consider not only the magnitude of the force. ها إيش بدك؟ But also its direction. إذن الدايركشن مهم. تمام بيقول لي هذا هي هاي كتلة وهاي قوة وأنا سحبتها مشيتها مشيت قديش المسافه اللي مشيتها؟ قال لي دي ار. بقول لي هاديك بدنا ننتبه the work done by this force is defined as. ها مش اف الازاحه طبعا احنا عارفين الاف فيكتور كوانتيتي والازاحه فيكتور كوانتيتي بدك تضربهم ببعض لا بتحط كروس لا بتحط دوت. قال لي اه لازم احط دوت لانه انا بدي الرسمه هذه تطلع زيرو. تمام وبالتالي هنا ايش الزاوية بين الازاحة لو بدي احركها 90 درجة وكوسان 90 هو الصفر والدوت برودكت هو بيجيب لي 90. اذا عرف الشغل على انه الدوت برودكت between the force and the displacement the force and the displacement. هل جيت اجيت انا بدي احرك الخزانة زق 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 انكسر ظهري وعرقت وشوبت وبذلت طاقة كثيرة باللغة البلدية وبدي اجي اقول قديش الشغل. اتحركت الخزانة ما اتحركتش. الله يعطيك العافية شغلك زيرو شغلك زيرو انكسر ظهري وشوبت وبذلت طاقة لكن قديش شغلك؟ قال لي راح هباء في الشغل. ليش؟ لانه ما اكلتش عنب ما تحركتش الازاحه الخزانه. شو العنب هنا؟ الازاحه بدي الشغله تتحرك. طبعا من التعريف الان هاي الورك. هل هو الورك كميه فيزيائيه جديده فيكتور ولا سكيلر؟ قلت له ناتج سكيلر برودكت ناتج من سكيلر برودكت اذا هو سكيلر. طب ايش وحدته؟ قال لي نيوتن في متر. لكن عشان زي ما حكينا الطاقة من المفاهيم اللي جدا مهمة مش في علم الفيزياء بس في كل العلوم أصبحت بدها وحدة خاصة بيها فدوها الجول طبعا والإرج في الجاوزيان سيستم. The work طبعا برضو نرجع للتعريف بيقولي the work may be positive or negative
وزيرو. اذا الورك ممكن يكون بوزيتيف وممكن يكون نيجاتيف وممكن يكون زيرو. ليش؟ لانه بقول لك كوساين الزاويه الحاده بوزيتيف وكوساين الزاويه المنفرجه نيجاتيف، وانت حاطط لي كوساين وكوساين التسعين زيرو. اذا the work may be positive صحيح، may be negative صحيح، may be zero صحيح. على ايش بيعتمد؟ depending on the direction of f relative to r. بيقول it is positive if f and is in the direction of dr. اذا كانت f و dr في نفس الدايركشن، طبعا هنا لو بدي احللها الاقي في عندي f هنا و f هيك، المركبة الصدية بتعمل الشغل والمركبة السينية بنفس الاتجاه بتكون positive. تمام. And is negative if f is in the opposite direction of dr. تمام. And it is zero when f and dr are perpendicular. زي هادي لما يكون f والإزاحة perpendicular، قديش الشغل؟ zero، فيش إزاحة. تمام. بيقول لي ايش في عندك مثال للشغل النيجاتيف؟ بقول له شغل الاحتكاك. مش احنا بنقول الاحتكاك لما يتحرك الجسم بيكون عكس الحركة، اذا عكس الازاحة، ولما يكون عكس الازاحة بيصير الزاوية قديش؟ 180، وكوساين 180 سالب واحد. اذا هاي مثال انه الورك بيكون نيجاتيف. اذا احنا بنعمل قاعدة تقريبا كل قوى الاحتكاك شغلهم نيجاتيف، كل قوى الاحتكاك ايش شغلهم؟ نيجاتيف. طب النورمال فورس مين يقول لي قديش شغله؟ هو احنا ليش قلنا عنه نورمال فورس؟ عشان النورمال على السطح والحركه بتكون على السطح، فدايما برضه شغله قديش؟ زيرو. شغله زيرو. تمام. اذا الورك اتفقنا بيجي من وين؟ بيجي من الانفايرومنت، وممكن يكون بوزيتيف وممكن يكون نيجاتيف. اذا انا بدي اتخيل الورك وكانه انرجي ترانسفير، نقل للطاقه. اذا الورك بوزيتيف انا مودي للسيستم شغل طاقه، اذا الورك نيجاتيف اذا انا ماخذ من السيستم طاقه. if the work is done on a system and it is positive، في شغل عمل على سيستم وقال لي بوزيتيف، ايش يعني؟ بيقول لي يعني انرجي از ترانسفير تو ذا سيستم، هذا شغل موجب، وين بتروح؟ قال لي راح على السيستم. انت جبته من الانفايرمنت من برا، وين راح؟ على السيستم. If the work is done on a system and it is negative، بقول لي energy is transferred from the system، في شغل سالب. هذا من وين جبته؟ جبته من السيستم، جبته من السيستم. تمام. This will result، ايش معناته؟ طب ايش لما انا اودي طاقه للسيستم بدها تتغير طاقته، اخذ طاقه من السيستم بتتغير طاقته. اذا انا لما يقول في شغل ايش صار في السيستم؟ اما اديته طاقه واخذ منه طاقه. ايش يعني؟ this will result in a change in the amount of energy. طبعا هذه كيف تتترجم جوا السيستم؟ الله اعلم، في عندي انواع، في حراره وفي كاينتيك انرجي وفي اصوات وفي شغلات انواع كثيره. اذا هذا عبارة بترجم عبارة عن تغير في الطاقة تحت السيستم، inside the system، inside the system. حلو. اذا احنا الان اشتغلنا، عرفنا ايش سيستم، عرفنا ايش boundary، ايش environment، بعدين دخلنا وعرفنا الwork، والwork اعتبرناه عبارة عن نوع من انواع الطاقة، وهو ينتج من تأثير الانفايرومنت على السيستم، وبالتالي بنغير الانيرجي تحت السيستم. الورك زيرو زيرو ممكن، بوزيتيف بوزيتيف، نيجاتيف نيجاتيف. خلينا نقف هنا عشان ما تخشش المعلومات على بعض، ونخلي الكويزات والحل الأسئلة للفيديو رقم 2 إن شاء الله. وحتى ذلك اللقاء نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.